بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله هبدا معاكم سلسله جديده اسمها تيبس اند تريكس بالعربي. هنتكلم فيها عن مجموعه فانكشنز وفيتشرز وبعض الابلكيشنز على بلاتفورمز وعلى اكثر من مكان. اول حاجه هبدا فيها معاكم فانكشن بيحصل فيها خلط او مس اندرستاندينج، وهي الريمبر مي والسيف لوجن او سيف باسورد. دلوقتي لو انت بتعمل لوجن على ويب سايت او على بعض الموبايل ابلكيشنز خصوصا الاندرويد بيست، بتدخل اليوزر نيم والباسورد. لو انت اخترت الريمبر مي فانكشناليتي، دي المفروض الهدف بتاعها ان هي تعمل سيفنج لليوزر نيم بس. لكن لو انت بعد ما بتعمل لوجن بيظهر لك بوب اب بتسالك هل انت حابب تعمل سيفنج للباسورد بتاعك، في الحاله دي البراوزر بيعمل سيفنج للباسورد بتاعك عنده، فبالتالي تفضل لو السيشن اكسبايرد مثلا بيفضل الباسورد موجود، تقدر تدخل بيه في اي وقت من غير ما تكتبه مره ثانيه. الفكره دلوقتي هنجرب الموضوع ليه تو فاكتورز. تمام، حاجه كويسه انك انت تقدر ترجع للباسورد بتاعتك بكل سهوله من خلال البراوزر بتاعك مثلا. الحاجه السيئه انك انت لو في حد يقدر ياكسس الماشين بتاعتك وعارف الباسورد بتاعها، هيقدر يدخل على كل الويب سايتس اللي انت عامل لها سيفنج. تمام، خصوصا بقى لو كان في حاجه كونفيدنشال على الويب سايتس دي، سواء بقى انت عامل سيفنج مثلا لكريدت كارد او حاجه، فممكن يستخدمها بسهوله. تمام، فطبعا دي حاجه خطيره. هنجرب حاجه دلوقتي على ويب سايت. في ويب سايت معمول فور تيستنج اسمه demo.testfire.net. لو عملت ساين ان، اليوزر نيم باسورد هنا admin، انا هعمل شير برضه لليو ار. باجي اعمل لوجن لاول مره، المفروض ان في بوب بتظهر بتسالك هل انت حابب تعمل سيفنج الباسورد على الويب سايت ده على البراوزر. تمام، لو سيف كده خلاص انت كاونتد في البراوزر. عشان اجيب الباسوردز بتاعتي بقى او الليست اوف باسوردز، بروح في السيتنجز بلاقي في جزء اسمه اوتو فيل باسوردز. تمام، هنا الليست اوف باسوردز كلها لكل الويب سايتس اللي انت عملت عليها ساين ان وعملت سيفنج للباسورد. تمام، هجيب الويب سايت اللي انا لسه عامل عليه. تمام، لو انا ضغطت على الشو باسورد ايكون دي، تمام، هيبدا يسالني ادخل البين كود بتاع الويندوز بتاعي. وانس ما دخلت البين كود او الباسورد، اللي هيحصل ان الباسورد بتاعي هيظهر بالشكل ده. تمام، تعالوا نشوف حاجه زي الفايرفوكس بتتعامل ازاي في نفس الفانكشن. طبعا الموضوع اكتر هناك. لو انا دخلت على الفايرفوكس هنا ودخلت على نفس الويب سايت، كنت عامل لوجن بس قبل كده، دخلت عملت ساين ان، عملت ادمن، عملت لوجن، بيقول لي اعمل سيفنج، عملت سيف. لما ادخل دلوقتي على هنا في بقى اوبشنز في الويب براوزر ده فايرفوكس، بدخل على السيفد لوجنز من السكيورتي، بلاقي الباسوردز كلها او كل الويب سايتس اللي انا دخلتها بالباسوردز بتاعتها في المكان ده. الموضوع اخطر هنا كمان، انك انت لو عملت كوبي او عملت الايكون بتاعت الاي دي على طول، هيظهر لك الباسورد من غير ما يسالك انك انت تدخل الباسورد بتاع الويندوز. طبعا الموضوع زي ما قلنا يحتمل شقين، حاجه كويسه انك انت توصل للباسورد بتاعتك بسهوله. الحاجه السيئه لو في حد يقدر ياكسس الابلكيشن او الماشين بتاعتك، هيقدر يدخل ويشوف الباسوردز دي. وكان في مشكله على ابلكيشن زوم من فتره، هي ان في اتاك بيحصل ان الناس تقدر تعمل ستيل للباسورد بتاعت الويندوز، فبالتالي يقدر ياكسس الماشين بتاعتك، وبالتالي يقدر يشوف الباسوردز بتاعتك اللي هي موجوده على البراوزرز المختلفه. شكرا لكم، ان شاء الله تكون معلومه مفيده لكم، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.